هذا العراق ما يجوع، كذاب ابن كذاب اللي يقول لك العراق يجوع، لان هاي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ها حديث طويل ما اريد اشرح لك اياه. زين هاي اليمن والعراق ما يجوعون، نعمة وخير وفضل من رب العالمين، النعمة موجودة والخير، نطلب بس الستر من الله والعافية والعافية وكفيان شر بني آدم، كل شيء خير، كل شيء موجود. خدمات بغداد جديدة شلون؟ والله أنا تشتغل العالم قاعد عم تبلط وتسوي وماي وكهرباء ونعمة. كهرباء اكو؟ خير من الله، لا حد يقول لك ما ماكو كهرباء. لا هنا أنا راح أكون ضدك، كهرباء موجودة. عم ضد بكيفك يا شنو؟ الكهرباء وينها حتى؟ ماكو ماكو. ها؟ وين الكهرباء؟ شاشتي يعني 24 ساعة؟ ماكو هي شعب. ساعتين لا مو ساعتين بساعتين. والله كل انسان مصرف يعني باليوم تجي فوق النص. فوق النص. لا حد يقول لك الكهرباء تجي اقل من النص. فوق النص شوية. ماشي. الله يحفظك. تهلك وين؟ انا بغداد بالغزالية. بالغزالية. ما تجيكم يعني 12 ساعة باليوم، 10 ساعات باليوم؟ ساعتين بساعتين. اي ساعتين، اقسمها ايش قد تصير؟ 24 تقسيم 2. شي يطلع 12 ساعة. رحم الله والديك، كان يطلب الله بطلابة عمي كانت بنكة ما عاد اسوي هيك. والله حجي مرتاح. مرتاح جاي يسوي الحجي مرتاح. هسه اخوك مو؟ اي اخوي. اسمع اخوك. اخوي شدري. تعال تعال الحجي شلون؟ الوضع تعبان. هاي اول نقطة. من فوق اللي جوا. من اكبر واحد لاصغر واحد تعبان العالم. زين. حالة المعيشية صفر. زين. ها؟ لا يقول لك هسه يعني شنو بشرفك هم ياكلون لحم غزال والعالم هنا على مود الطماطيه هاي؟ شنو الطماطيه؟ شنو قيمتها؟ احنا بلد الخير. والله العلي العظيم ماكو ناس تعبانه وحسره عليها. زين؟ ونسبه التسول شوف ايش قد هنايا. انت هسه افتريت بغداد جيه وجيت، ماكو شفت قدامك متسولين؟ لا بروح ابوك. صدق واعتقد يوقفون هنا ويشترون للعالم، يشترون للعالم، ما عندهم. زين؟ احنا مو نقارن انفسنا بالاخرين. يجوز انا رجال اشتغل بهاي الشغله اقدر اخذ برتقاله اخذ تفاحه اخذ خوخاي، اكو ناس والله العظيم حصره عليها. هسه احنا عندنا هنا مضربات امانه الله يعني ماكو رايجات على قولت القايل. اجى واحد اشترى قال ما اقدر اشتري ب 1000 وربع. زين اشتري هذا النبي ايش قلت له عم اخذني ببلاش. صدق واعتقد. زين يا ابوي هو الغنى والفقر من الله خلق السماوات والارض، اكو فقير واكو غني واكو متوسط واكو درجات الحياه. اذا كلها مساويه وكلها اغنياء واحنا عراقيين ماكو هيك يا عمي ماكو هيك احنا شوف عمي احنا ما نريد نشوه صورة بلدنا. لا لا اسمح لي لا لا عمي لا لا عمي عمي الله بالخير عليك الله بالخير. انتم كلكم بعدكم شباب صغار. انا بالنسبة لي عاصرت هواية حكومات ها وعاصرت هواية عمي والله خير من الله. حجتك عداوة بينك وبين اخوك؟ لا عمي مو عداوة بس هذا مضروب راسه بالحرب.